南部吗？罗马。ما بحكي لك بصراحة الأسئلة دي ما بحكي الصوت مش واضح لو ما عندك. نبلش بسكند جينيريشن سفالسبورين. طبعا زي ما احنا شايفين بالستركتشر في عنا ميتوكسي جروب على سبعة بالالفا ستيريو كيمستري، وفي عنا كربوميت ب سبستيوشن على رقم ثلاثة، وحكينا الديفرنس بيناتهم او بينهم بين السيفالوسبورين. هدول من اي جروب؟ هدول بنصنفهم من السيفامايسين جروب. ليش؟ لانهم عندهم ميتوكسي على الالفا بوزيشن وعندهم كربميت على رقم ثلاثة. متذكرين حكينا ايش الادفانتج اوف ادينج ميتوكسي جروب على رقم سبعة؟ شو بتعمل في المركب؟ بتزيد البيتا لاكتاميز ريزيستنس. اكسلنت، بتزيد البيتا لاكتاميز ريزيستنس. بدنا مشاركة عشان انه اشوف مين اللي بيشارك، لانه هذا راح يساعدكم في العلامات. طيب وفائدة الكربميت اليوريثين او الكربميت بتخليه مور ستيبل. احسنتي، very good. وليش بتخليه مور ستيبل؟ عشان ما يتحول للاستار، انه ما يصير الاستريز. very good، عشان ما يتكسر بالاستريز ويعطيني مثل الكحول اللي هو يعتبر لو له هذا الميتابولايت له less activity. very good. اذا هلا عرفنا من شكل المركب انه عنده هدول الصفتين، فصنفناهم بيز على البرود سبيكترم اوف اكتيفيتي، صنفناهم سكند جينيريشن. طبعا اجين، هل هو اورال ولا انجكشن؟ انجكشن. بطلع بطلع على كربون رقم ثلاثة، بما انها مش مثل ولا كلور ولا فينيل معناته هي انجكشن. اوكي، اسم المركب برضو بيعكس شكله. عنده تين، يعني عنده ثيوفين. متذكرين حكينا تين تعطي انديكيشن انه في المركب فيه ثيوفين، وعنده اوكس لانه عنده اكسجين على رقم سبعة، سميناه سيفوكساتين. في واحد شبيه له كتير اللي هو سيفالوثين، متذكرينه؟ ارسمه ورسمته هذيك المرة يمكن؟ رسمناه المرة الماضية. السيفالوثين بيشبهه، بس الديفرنس انه ما عنده ميتوكسي، وبدل الكربميت شو في عنده؟ اسيتوكسي مثل. عشان هيك هلا هذا اكيد له السبيكترم اوف اكتيفيتي افضل والستابيليتي افضل، بس لساته انجكشن. فشو نشوف صفاته؟ برود سبيكترم than most first generation, resist the beta lactamase بسبب الميتوكسي جروب على رقم سبعة بالالفا ستيريو كيمستري اللي بتعمل له ستيريك شيلد. تعمل له ايش؟ ستيريك شيلد لهذا البيتا لاكتيميز، يعني هون تعمل شيلد على البيتا لاكتام، فبالتالي افكتيف للبيتا لاكتيميز. الكربميت او يوريثين قلنا نفس سينونيمز، نفس المعنى، نفس الاسم. ممكن اسميها كربميت، ممكن اسميها يوريثين. They are stable to metabolism by the esterase. واكيد they are injection. طيب خلينا نشوف هذا الجروب شو في عنده. خلينا نطلع اول اشي، هل هو اورال ولا انجكشن وليش؟ انجكشن. اكسلنت، انجكشن على رقم ثلاثة ما في المجموعات اللي حفظناها. هل هو ستيبل للميتابوليزم ولا لا وليش؟ ستيبل لانه عنده كربامات. Very good. Stable للميتابوليزم لأنه عنده كربميت، وحكينا هذا بيعمل ريزونانس وبيحول الكيتون هاي أو الكربونيل into الكحول. Excellent. شو في عنده إشي مختلف عن اللي شفناه بسيفوكسيتين؟ اللي هي دكتورة الأوكزيماين اللي فوق اللي هي على الألف كربون. Very good. Very good. عنده هاي الجروب. خلينا نشوف هلأ لما يكون عندي كربونة، طبعاً تعرفوا الكربونة عندها أربعة روابط مرتبطة في أمين، شو بنسميه هذا هاي الجروب شو بنسميها؟ أكزوماي؟ لا هاي بنسميها أمين. أمين. طيب إذا كانت الكربونة مرتبطة ب two bonds مع النيتروجين شو بنسميها هاي الجروب؟ إيماين. very good. إيمين. إيمين very good. أو إيماين زي ما بدكم spelling. إيمين مش أمين. إي مين.
لأنها عندها two double bond. حطينا أكسجين على الأمين على الإيمين صار اسمها أكس إيمين. excellent أكس إيمين. في مرات بيسموها أكس إيمين هاي الجروب مع الكربونين طبعاً، أو بيسموها اختصار أكزايم. إذا سمعتوا كلمة أكزايم هي نفسها الأكس إيمين. فإذا هدول السيفالوسبورين من الأكس إيمين ديريفاتيفز. أكس إيمين ديريفاتيف. شو الأدفانتج أوف أكس إيمين؟ بيخلي المركب بيتا لاكتيميز ريزيستنت. إذا لو سألتكم هل هذا المركب بيتا لاكتيميز ريزيستنس شو راح تجاوبوني؟ يس. وليش؟ بسبب وجود الأكس أمين على ألفا كاربون على البوزيشن 7. اكسلنت اكسلنت برافو. اوكي هاي خلصنا صفاته من شكله، خلنا نشوف اسمه كيف بدي أميز اسمه من شكله. هلأ في عنده هاي الجروب، شو اسمها هاي الجروب؟ فيورال. very good فيورال. فسميناه هو من سيفالوسبورين، سميناه سيفروكسيم فر فور فيوريل، وأكزيم لأنه عنده أكزاي أكز إيمين. فهي اسمه أكيد بشبه شكله، فاسمه سيفروكسيم. واضح؟ هلأ هيك عرفنا شكله. هلأ خلينا نشوف إيش في بروبرتي تانية خصوصاً بالرينج أوف أكتيفيتي. وزي ما حكينا أي تغيير بعمله في المركب بروح بفحصه بشوف شو هالتغيير هذا عمل في المركب. اوكي خلينا نشوف الصفات الثانيه. هلا عرفنا الجنرال بروبرتي من شكله، بقدر انا اعرف الجنرال بروبرتي. خلينا اشوف اذا في شيء مميز فيه ثاني. عنده greater stability against some beta lactamase بسبب وجود again لما الكوكسيمين. Very good. فلما أحكي stability greater stability نفسه يعني لما أحكي beta lactamase resistant. أوكي نفس المعنى لو جبتها في الامتحان stability أو resist للbeta lactamase the same meaning. بسبب هلأ بدنا نشوف ليش because of the presence of the oxymine. هون حطوا الكوكسي يعني ممكن تكون هاي مثل هاي الكايل، عشان هيك حكينا الكوكسي الكايل جروب. فممكن تكون مثل ممكن تكون حتى مرات هلأ راح نشوف ممكن تكون كاربوكسيليك أسيد. فهاي اسمها الكايل فسميناها الكوكسي إيمين جروب. أوكي ريزيست الاستريز بسبب الكاربوميت أو يوريثين. very good. إلو wide spectrum of activity عشان هيك صنفنا second generation effective against some resistant bacteria للبنسلين. بس again زي اللي قبله سيفوكسيتين ممكن احنا ما حطيناها بس هم they are not active against هاي resistant gram negative bacteria للسيدوموناس. not active against سيدوموناس اريجينوزا. هاي ما فيش داعي إلها use clinically يعني احنا طبعا كلنا بنعرف انهم بيستخدموا respiratory tract infection. سمعتوا بالزينات؟ دكتور. نعم دكتورة. سيفروكسيم. سيفروكسيم. طب احنا قلنا هلأ السيفروكسيم is what? injection. طب كيف هذا oral؟ الزينات oral صح؟ نعم. نعمل له esterification. excellent excellent excellent. وين بعمل له esterification؟ على أي functional group؟ اللي هي على الأكس أمين. في حتى حكى على الأكس أمين غلط، واللي حكى على الكربوكسيل إكسلنت هو على الكربوكسيليك أسيد. الهدف إني أنا أزيد امتصاصه لأنه هو ما بتاخد أورالي، فبالتالي كيف بدي أزيد امتصاصه؟ بدي أحاول هاي أعملها ماسك. تذكروا حكينا لما جبنا سيرة البنسلين وقلنا بدنا نعمل برو دراج للأمبسلين، رحنا عملنا استريفيكيشن للكربوكسيليك أسيد علشان لما يصير له امتصاص ويوصل الدم بعدين بالاستريز بتكسر وبرجع المركب كما هو اللي فيه فيورال وفيه أكزيمين زي ما أنا بدي، بتكسر بالاستريز.
لازم إذا عشان أحسن الامتصاص بروح بعطي الدرج على شكل أو بعمل استريفيكيشن الكربوكسيليك أسيد. عشان هيك الزينات شو اسمه؟ مش بس سيفروكسيم لحاله، سيفروكسيم أكزيتل. وبالتالي إيش عملت أنا استريفيكيشن؟ أنا حطيت لكم بستخدم بعمل أسيتوكسي إيثل إستر. خليني أرسم لكم الجزء اللي هي جزء الكربوكسيليك أسيد اللي فيه كربوكسيليك أسيد، هذا الجزء رقم 4، ما رح أرسم كل المركب. هاي كربوكسيليك أسيد. أنا في الامتحان مثلا لو قلت لك صنع لي الزينات من السيفروكسيم، الزينات من السيفروكسيم، بدك تتذكر إنه الزينات هو سيفروكسيم أكزيتل وعنده على سوري خليني أمحي هون. وعنده عملت استريفيكيشن للكربوكسيليك أسيد بهاي الجروب. طبعا لما نشوف هاي يعني هاي CH3. أوكي خليني أشوف كيف عملت له استريفيكيشن. طبعا هون في عنده كارباميت CH2 O C double bond O NH2. عادة لما يجيك زي هيك مركب شو بتعمل؟ ما في بصم، مجرد إنك شو تعمل؟ خليني أغير اللون، بكسره من هون، بنزل هذا الجزء اللي هو السيفروكسيم. راح أخلي هاي هيك عشان نسرع العملية. وشو كان أصلها هاي؟ OH، هاي كانت كربوكسيليك أسيد. بنزل هذا الجزء كما هو، برسمه CH3 C double bond O O، هاي كربونة هيها بدي أرسمها هون CH2 عليها CH3، هون إيش عليها CH1 سوري مش 2، وعليها إيش كان أصل هاي OH OH. Very good. إذا شو اسم هذا المركب؟ أسيتوكسي. وهدول ثنتين إيثيل. إيثيل إستر أوف. إيثيل الكحول. صح؟ أسيتوكسي إيثيل الكحول. يعني الكحول زائد كربوكسيليك أسيد اللي إجا من السيفروكسيم بقدر أصنع منه هذا المركب. اللي هو سيفروكسيم أكزيتل. وهلأ وين النيوكلوفايل؟ عند الـ OH. Very good. هاي النيوكلوفايل رح تهجم على الكربوكسيليك أسيد على الكربونيل وتطلع الـ OH. بس إحنا قلناها صعب طلوع الـ OH لأنها bad leaving group. شو بحولها قبل ما أعمل تجربة؟ بحول السيفروكسيم إلى لكلور، بستخدم الثيانيل كلورايد وبتصير هاي CL، يعني هاي بتبطل OH بتصير CL، فهيك بتصير good leaving group وبتعمل بتزيد الالكتروفيلستي of the carbonyl. هاي واضح؟ فبطلع عندي هذا المركب، بس بربطهم مع بعض، بحط ال O بلزقها بال C double bond O زي هون وبعطيني المركب السيفروكسيم أكزيتل. هيك بصنع السيفروكسيم أو الزينات اللي هو oral effective orally. شوفوا بالجسم مجرد بلعته أنت وصار له امتصاص راح يكسره الاستيريز. متذكرين حكينا نقطة برضو مهمة لما جبنا سيرة الاستيريز؟ الاستيريز بالجسم ما بيشوف الإستر القريب، هاد شاف أي إستر؟ البعيد. البعيد فكسره، وهذا لحاله بيصير له ديجراديشن بدون أي إنزيم وبعطيني باك الكربوكسيليك أسيد اللي هو اللي جنب النيوكليوس سيفالوسبورين واللي هو أصله سيفروكسيم. هيك استفدت وعرفت أو عرفت إنه يعني ما غيرت من شكل، ما غيرت أنا لما عملت استريفيكيشن ما غيرت من شكل السيفروكسيم، مجرد إني حسنت امتصاصه. وبعدين لما حسنت امتصاصه بالكربوكسيليك أسيد رجعت باك لكربوكسيليك أسيد في الجسم. أوكي فعرفنا إيش قصة الزينات.
هلأ هذا المركب اسمه سيفاكلور. خلينا نشوف شكله. أول إشي هل هو أورال ولا إنجكشن؟ أورال. أورال دكتور. طلعت في سي ال. إكسلنت. طلعت على كربون رقم 3 لقيت عليها كلور، واسمه أصلا هو من سيفالوسبورين وعليه كلور سيفاكلور، فاسمه بيشبه شكله. هلأ من هون أنا بدي ترى على فكرة كتير بيشبه مركباتنا اللي هي هاي الفيرست جينيريشن. يعني مثلا هذا الفيرست جينيريشن اللي اسمه هلأ أنا حطيت وحط هون الأميد سي دبل بوند او، الألفا كاربون عليها أمين وعليها فينيل وهي اتش، صح نفسهم، هاي أمين وهي فينيل وهي اتش، هاي الكربون عليها اتش. فهذا مين هذا اللي أنا رسمته؟ سيفالوغلايسين. لا صح سيفالكسين، لأنه عنده مثل هذا أورال سيفالكسين. على فكرة هم بيشبهوا سيفالوغلايسين، الجلايسين كمان على الألفا كاربون عنده أمين وعنده فينيل، بس الديفرنس بالسيفالوغلايسين هون على رقم 3 ما عنده مثل، عنده أسيتوكسي مثل عشان هيك كان إنجكشن. أما سيفالكسين عنده مثل فصار أورال، هون عنده كلور صار أورال. بس شوفوا صنفته سيكند جينيريشن، مدامني صنفته سيكند جينيريشن بتوقع إنه السبيكترم أوف أكتيفيتي أفضل. مدام هو إكزاكتلي سيميلر لسيفالكسين بتوقع اللي سبب إنه حسن الأكتيفيتي وجود الكلور، مع إنه إحنا حكينا على كربون رقم 3 الميجر إفكت أو الميجر يعني نقول contribution على الكينيتيك على الابزوربشن وعلى الميتابوليزم وعلى مثلا الإليمينيشن، بس ليتل إفكت بيكون لهم على الأكتيفيتي. فإت سيمز بما إنه هو exactly in structure similar لسيفالكسين، إت سيمز إن الكلور إلها إفكت على الأكتيفيتي. هذا المنطق إذا أنت بدك تفكر كميديسينال كيمست. أوكي هلا هون أنا الهدف من هاي عشان نسميه، بدي أسميه، خلني أمحي عشان ننتبه على التسماي. هلا أنتوا لازم تعرفوا كيف تسموه. بدي ألاقي الروت، الروت في التسماية، شو بدي أسمي الروت؟ أبلش وين؟ إكسلنت. السفم إشي ثابت، هاي السفم لقيناها بالاسم اللي عليها على الرقم 3 دبل بوند. نكمل شو في عليها على السفم جروب هاي، شو عليها سبستيوشن؟ 3 عليها كلور. Very good. 3 كلور لقيناها. 4 كربوكسيليك أسد. حسام حكى 3 كربوكسيليك أسد، أنا هنا مخربشة، فلازم تكون هاي 4. 4 كربوكسيليك أسد. فزبطوها. Excellent. 4 كربوكسيليك أسد لقيناها. طيب رقم 7 شو عليها؟ ألفا أمينو. هاي الكربوني ألفا. ألفا أمينو لقيناها. ألفا فينيل. ألفا فينيل لقيناها. والكربون الألفا مع الأمين بتصير مع الفينل أستاميد. Very good. الكربون هاي يعني الأستاميد، لما أنت تشوف كلمة أستاميد يعني عنده CH C double bond O NH، هاي معناها أستاميد اللي هي هاي. هاي سميته نفس لو أنا بدي أحط أي مركب تقدر تسميه. أوكي يعني لو قلت لك سمي لي هذا المركب تقدر تسميه. أشوف بدي أمحي، بدي أشوف مين الشاطر اللي راح يسمينا إياه هذا المركب السيفروكسيم. سفم. نبلش بالسفم. Very good. إيش على رقم 3؟ ثلاثة عليها كربوميت. بتقولي مثل كربوميت لأنه في مثل كربوميت. Very good. مثل كربوميت خلصنا. أربعة رقم... كربوكسيليك أسيد. إكسلنت. أربعة كربوكسيليك أسيد خلصنا. بنروح على الألفا سبعة. ألفا سبعة ألفا ألفا فيوران. في واحدة حكت ميتوكسي إيمين. إكسلنت. ميتوكسي إيمين، هاي ميتوكسي إم وأكس وإيمين، ميتوكسي إيمين سميناها ميتوكسي إيمين. Very good.
شوفي كمان على الألفا كاربون الفيوران، حلقة الفيوران بتقولي ألفا فيورال، very good. شو ضل؟ خلينا نعملها بلون تاني. والأستمون excellent. هيك صرتوا تقدروا، مدام انتي بتقدر تسمي، مدام تعرفي كل functional group شو اسمها، إذا عرفتي إنه هاي ميتوكسي إيمين خلاص هيك سميتي، إذا عرفتي هاي فيورال هاي سميتي. وأنا حقيقة ما بخليكم أنتوا تسموا، بكون أنا جايبة أسماء IUPAC name وبقول لك هذا الستركتشر لأي IUPAC name، بس مدامكم عرفتوا كل الفانكشنال جروب you can name it. very good excellent. خلينا نقرأ شو مكتوب على السفر السيفاكلور. نمحي أول إشي هو أورال صح، بسبب وجود الكلور. الكلور شوفوا لما أحكي أورال هي نفسها لما أحكي أسيد ريزيستنت، لو قلت أسيد سينسيتيف يعني إنجكشن ماشي، لما أحكي أسيد سينسيتيف يعني إنجكشن، لما أحكي أسيد ريزيستنت يعني أورال، فهي أسيد ريزيستنت. إكسلنت. spectrum of activity broader than first generation، عشان هيك صنفت السيفاكلور second generation بس still not active against pseudomonas. يعني هلأ صار عندنا idea إنه first generation و second generation مالهم not active against pseudomonas. إحنا بندور بس على بعض الـ شو اسمه، على بعض البكتيريا عشان إنه هدول الموديفيكيشن اللي بعمله بس علشان بعض أو أنواع، مثلا هو قلنا برود بس ما غطى السودومونس، فأنا بدي كمان يغطي، هو حقيقة يعتبر not completely broad لأنه ما غطى السودومونس. recommended for the treatment ما في داعي لها هاي لأنه هاي pharmacology. واضح هاي خلصنا ال first و second generation. برضو بتعمل لي table بتكتب لي second generation اللي هم، تكتب لي إياهم، تعمل تيبل عشان تتذكرهم. أول واحد أخذناه سيفوكسيتين ترسم شكله، وثاني واحد كان سيفروكسيم ونرسم شكله عشان نميزه، وثالث واحد كان سيفاكلور. هذا أورال وهدول إنجكشن صح؟ بسبب الستركتشر تبعتهم لما ترسمه بتشوف إنه الستركتشر تبعت الإنجكشن ما عندوش، هذا عنده كلور معناته صار أورال. واللي بيميز السيفروكسيم الأوكسيم والسيفوكسيتين بيميزها إنها عندها ميتوكسي على الألفا بوزيشن أوكي، وهذا بيميز كتير شكله إنه في عنده فيورال، وهذا بيميز إنه عنده تين اللي عنده ثيوفين، والسيفاكلور بيشبه السيفالكسين بس عنده كلور، وبرضه بيميز إنه هو الوحيد من المركبات اللي أخذناهم اللي عنده كلور. هلأ بدنا نبلش بالثيرد جينيريشن سيفالوسبورين، خلينا نشوف إيش عنده. أول إشي في عندي 3 examples. هلأ هذا هون أنا اللي قلت لكم ما بدي تعرفوا الإتش، لأنه هون الإتش بتلخم. يعني هلأ إحنا بالصار نحكي لما يكون عندي إتش معناته هذا أورال، بس هدول كلهم مش أورال، عشان هيك أنا أمرار كتير بمحي بخلي الطلاب عشان ما يلتخموا بنمحي هذا السيفتيزوكسين. فهو لقينا إنه لما يكون عليه إتش بضله سنسيتيف للأسيد، وبالتالي يفضل استخدامه أور إنجكشن. فنحفظ هدول التنين شكلهم السيفتوكسيم والسيفترياكسون، السيفتوكسيم والسيفترياكسون. هلأ السيفتوكسيم والسيفترياكسون مش من شكلهم بقدر أعرف إنهم، عشان هيك ما بدي أنا تعرفوا الإتش، لأن الإتش بنعرفها إنها لما تكون موجودة إذا اللي إحنا حفظناكم إياها إنها أورال، بس أنا عشان هيك بس بدي تعرف هدول التنين السيفتوكسيم والسيفترياكسون أورال ولا إنجكشن؟ انجكشن. اتفقنا انجكشن. اوكي هلا نشوف عنده، عرفنا انه انجكشن، شوف شو في على رقم 7 ايش في عندهم اشي مميز وحكينا اللي هي الاوكسوماين. اذا هم من الاوكس امينو سيفالوسبورين، وقلنا الاوكزايم هادو بخليه بيتا لاكتيميز ريزيستنس. هلا في فانكشنال جروب شفناها كتير حلوه وإلها تاثيرات كبيره، وعشان هيك زادت السبيكتروم اوف اكتيفيتي. خليني ارسم اول شيء اشوف اذا انتم بتقدروا تعرفوا شكل هاي الجروب.
أول إشي هي حلقة خماسية، ثاني إشي عندها نيتروجين وعندها سلفر. طبعاً هي عندها دبل بوندات يعني unsaturated. شو اسم هاي الجروب؟ أمينو تايزون. أنا مش راسم مثل أمين، ها شفتوا لا تغشوا. تايزين. تايا صح. تايا اللي حكى تايزول صح. تايا فورس. وآزا وجود النيتروجين سميناها تايا آزا، وخماسية حطيناها الأول five member drink حلقة خماسية. لو كانت سداسية بنسميها تايزين، five member drink بنسميها تايزول. excellent. رحنا حطينا أمين، شو صار اسمها؟ أمينو تايزول. مجرد أشوف التايزول في المركبات بحكيها الأمينو الأمينو تايزول عملت بروبرتي خاصة في المركبات. أول إشي بتزيد البنتريشن، بتزيد البنتريشن للسيفالوسبورين ثرو جرام نيجاتيف بكتيريا. حكينا إحنا مشاكلنا في معظم الأدوية إنه أنا بدي الأدوية يوصل للبكتيريا السل، فإذا ما دخل ما بوصل وما بعمل الإفكت تبعته، فلازم أعمل موديفيكيشن في الستركتشر عشان أزيد البنتريشن ثرو جرام نيجاتيف بكتيريا. فلقينا لما أضيف الأمينو ثيازول حسنت، أول إشي حسنت البنتريشن ثرو the hydrophobic outer membrane of the gram negative bacteria which is an advantage. إحنا أمرار الدواء بيكون very effective بس ما دام ما وصلش للتارجت إنزيم، هون عندنا الترانسبيبتايديز ما اشتغل. فإذا it can penetrate أو it enhances أو it increases the penetration through the hydrophobic outer membrane of gram-negative bacteria. تاني خاصية لوجود الأمينو ثيازول بتزيد الأفينيتي، بتزيد الأفينيتي to penicillin to the bind to the penicillin binding protein. لما أحكي تزيد الأفينيتي للبايندينج للإنزيم ترانسبيبتايديز أو البنسلين بايندينج بروتين، it means إنه هذه البايندينج تبعتها بزيد، يعني بدي أقل دوز يعني أقل سايد إفكت، لأنه بسرعة أو زادت نقول البوند اللي بترتبط فيها مع الدرج مع الإنزيم. تذكروا حكينا ممكن هاي تعمل لنا هيدروجين بوند، ممكن هاي كمان تعمل مثلا النيتروجين هاي كمان هيدروجين بوند. فإذا زادت الأفينيتي زادت البايندينج مع الإنزيم، وبالتالي لما تزيد الأفينيتي بتزيد الأكتيفيتي، بتزيد الأكتيفيتي وكمان بتقلل السايد إفكت لأني أنا قللت الدوز. أوكي، تذكروا إحنا حكينا دائما الكربوكسيليك أسيد مهمة إنها تكون موجودة في المركب، لأنه الكربوكسيليك أسيد بتزيد البايند للدرج مع الإنزيم. فإذا وجود الأمينو ثيازول جروب كتير مهم، عشان هيك تصنفوا ثيرد جينيريشن. أول إشي الأمينو ثيازول رينج enhances the penetration of the drug across the gram negative bacteria، وتاني إشي increases its affinity to the enzyme penicillin binding protein أو transpeptidase. فبالتالي حسنت الجرام نيجاتيف، حسنت الجرام بوزيتيف، وصار إلها variable activity against pseudomonas، يعني ممكن نقول إنها إلها active أو they are active against pseudomonas، بس لساتها inactive against MRSA methicillin resistance staphylococcus. It is beta lactamase resistance من شكلها، وكمان they can reach the blood-brain barrier and we can use them for treatments of meningitis. مع إنه هم ممكن يصير لهم ionization، بس اكتشفنا إنهم they can pass. It depends on the pH of the blood-brain barrier during meningitis. فبالتالي they can penetrate. كل قلنا هاي الactivity نفحصها in vitro ونشوف كيف the effect أو the activity of these compounds. بس كميديسينال نعم. هلا مش حكينا احنا انه البيتا لاكتاميز اللي هو الريزيستنس هو بيعتبر اورالي؟
والسنسيتيف يعتبر انجكشن؟ لا مش هيك حكينا حسام، حكينا الاسيد سنسيتيف للاسيد اذا كان سيستنس اورال. واحد واحد. هلا حكينا احنا انه هاي الشكل البيتا لاكتام انها ستريند، اوكي هاي البيتا لاكتام، مجرد تشوف اي اسيد او حتى مرات مي تفتح، اوكي عشان هيك ما بناخذها اورال. بالنسبه احنا قلنا ابعد تفكيرك عن البنسلين جروب، احنا هلا بنشتغل على سيفالوسبورين جروب. بنسلين لانها مرتبطه بكانت فيوزد مع 5 ممبر درينك بتخلي السترين اوف بيتا لاكتام اكثر، كل ما بيزيد السترين اوف بيتا لاكتام اوكي بتزيد الاكتيفيتي لكن للاسف بتقلل الاستابيليتي وبالتالي ايزلي بريك داون، حتى ممكن يصير لها بريكنج داون من هاي الكربونيل اذا متذكرين، من هاي الكربونيل بتهجم على البيتا لاكتام وبتفتحها. في السيفالوسبورين جروب قلنا هدول فيوز مع بعض انها سداسيه الثيازين بتلاقيها السترين اوف بيتا لاكتام اقل، فهي حقيقه مور ستيبل السيفالوسبورين جروب مور ستيبل. فوقتها حكينا عشان انا الايم تبعي في البنسلين مثلا اني احاول امنع الاتاك اوف البيتا لاك الكربونيل هاي، امنع الاتاك هاي بتهجم على البيتا لاكتام، فصرت احط الكترون ودروين جروب. اوكي متذكرين؟ بس بالسيفالوسبورين قلنا بدنا نفكر بطريقه ثانيه، ايش اللي بيخلي المركب اورال او انجكشن؟ السبستيوشن على رقم 3، يعني لانه هاي الجروب اللي هي السفم جروب مور ستيبل كيميكالي وريزيست الاسيد دان البنسلين جروب او نيوكلياس. فالاونلي اللي راح ياثر على الابزوربشن هون في حالة السيفالوسبورين السبستيوشن على رقم 3 اللي راح تأثر أكثر على الاكتيفيتي اوف هاي اوف ذا بيتا لاكتام. انا بيهمني البيتا لاكتام ما تفتح بوجود الاسيد ميديا لما تاخذها اورالي. اوكي ايش كان سؤالك هلا حسام؟ لا انا بس الفكره انه انا شوي كتبت ملاحظه انه الاسيد ريزيستنس اللي هو عباره عن الانجكشن عفوا اورالي، والاسيد سنسيتيف عباره عن انجكشن، فلما قرات وان بيتا لاكتاميز ريزيستنس انه كل فكره القصد انه اورالي. لا لا هلا انا حكيت لما حكينا على السيفالوكلور حكيت الاورال دائما اسيد ريزيستنت، حتى انا كتبت نفس الشيء عندي الاورال صح اسيد ريزيستنت. صح دكتوره صح صح. هلا دائما انا حكيت كلمه اسيد ريزيستنت المينينج تبعها انها اورال، واسيد سنسيتيف المينينج تبعها انها انجكشن، يعني هم سينونيمز يعني يعني مرادفات بستخدمهم بدل بعض. يعني اذا قلت لك هل هذا المركب اسيد ريزيستنت which means هل هذا المركب اورال، لكن ما لها دخل بالبيتا لاكتيميز. هلا هون حسام قال لي البيتا لاكتيميز ما لها دخل، هو حكى على البيتا لاكتيميز. هلا البيتا لاكتيميز لما احنا جبنا سيره اذا متذكرين السيف الميتسلين، الميتسلين واحد من الجروب اوف بنسلين ديريفاتيفز ات از بيتا لاكتيميز ريزيستنس لانه حطينا ميتوكسي جروب ميتوكسي. على الأورثو بس لكن not oral لأنه ما عنده electron withdrawing group. في حالة البنسلين نتطلع إذا في electron withdrawing group صح؟ فإذا ما إلها دخل. إحنا هنا كword كmeaning كمرادفات، يعني إنه إجتك في الامتحان oral أو لا إجتك acid resistance it means oral both. أوكي وضحت الصورة دكتورة؟ نعم. هلا الامبيسيلين هو less activity than بنسلين جي صح؟ امبيسيلين بدك تحكي له less activity، ما بتقدر تحكي less active than بنسلين جي، ما بتقدر تعمل generalization بالطريقة هاي لأنه الامبيسيلين in compare للبنسلين جي broader. ليش broader؟ عنده أمين، الأمين هيدروفيليك زادت الجرام نيجاتيف بس not active against البيتا لاكتيميز. البنسلين جي excellent gram positive، فإحنا منقارن هلأ إنه البنسلين جي excellent gram positive بس ما عنده gram negative activity لأنه ما عنده hydrophilic group.
بس الأمبسلين عنده أمين، بس إن كومبير للبنسلين جي في الجرام بوزيتيف أقل. وحكينا وجود الأمين أو وجود أي هيدروفيليك جروب في البنسلين ديريفاتيفز رح تأثر بادلي على الجرام بوزيتيف، بس بتحسن الجرام نيجاتيف. فجنرالي لما يكون عندي هيدروفيليك جروب يعتبر برودر دان بنسلين جي. بنسلين جي خلص تعتبره جرام بوزيتيف اكسلنت، بغطي كل جرام بوزيتيف بكتيريا، مش كلهم، موست اوف ذيم. واضحه؟ تمام دكتوره. تمام، خليني هلا نشوف الديفرنس بالستراكشر بين السيفاتوكسيم، لانه قلنا هذا بدناش ندخله، السيفاتوكسيم والسيفترايكسون. شو اسم هاي الجروب لما يكون عندي حلقه سداسيه وفيها ثلاثة نيتروجين، شو بسميها؟ الترايزين. Excellent. تراي فور ثلاثة، أزا ثلاثة نيتروجين، والسداسية ترايزين. Six member drink. عشان هيك أخذ الكلمة سيفترايا، سيفترايا يعني عنده ترايزين. أكسون دائما أكسون أو أكسيم أو أكسايم أعطتني إنديكيشن إيش عنده في المركب، عنده أكس إيمين. أكسون أو أكزيم دائما نستخدمها في المركبات عشان تعطيني إنديكيشن إنه المركب عنده أكس إيمين جروب. في الأول واحد السيفاتوكسيم شو عنده، شو هذا الجروب؟ شو هاي الجروب؟ أرسمها هون، خليني أرسم لكم إياها. شايفين إذا جتك في الامتحان هيك هيك ولا إجتك هيك، لازم تعرف إنه هاي هي هيك. أوكي، اللي هي إيش هاي؟ إستر أسيتوكسي مثل هاي، مثل أسيتات أسيتوكسي مثل. ماشي، يعني مش انك بس بدك تشوفها تلتخم تقول لا ما هي كانت ترسم لنا اياها هيك، هيك ولا هيك هي نفسها، يعني انت كفار كميديسنال كيمست بتعرف انه هاي يعني هي هذا الشكل. طيب السيفاتوكسيم هيك شكلها على كربون رقم ثلاثة، طبعا بتلزقوهم مع بعض هون وهاي بتلزقها هون. طيب هل هذا مين مور ستيبل للميتابوليزم، السيفاتوكسيم ولا السيفاترياكسون؟ سيفترايكسون. Very good. سيفترايكسون هي الستيبل للميتابوليزم. طب ليش السيفتوكسيم not stable للميتابوليزم؟ تتكسر بالاستريز لأنه أسيتوكسيم مثل، تتكسر بالاستريز وتعطيني الميتابولايت المثل الكحول، صح؟ أما هاي ما بتتكسر، ما بتتكسر. لا ما دام ما عندي استر جروب، استر تغري، شوف شفت استر اعرف انها راح تتكسر بالاستريز. ما في استر جروب يعني ستيبل للميتابوليزم. اوكي، هاي قاعده. نطلع على رقم ثلاثة، في استر جروب بقول انه هذا بتكسر او نوت ستيبل تو ميتابوليزم. اذا محل السي اتش 3 هاي حطينا امين بتقل، بتتحسن الاستابيليتي لانه قلنا بسبب الريزونانس وبتقل الالكتروفيليستي اوف ذس كاربون. بس الاسيتوكسي مجرد اشوف اسيتوكسي مثل دغري بحكي هذا بتكسر بالاستريز وبتحول للليس اكتيف ميتابولايت. اوكي طيب دكتوره، هسه اللي ميز انه هي ثيرد جينيريشن الامينوثيازول. احسنتي، اللي يميز انها ثيرد جينيريشن وجود الامينوثيازول. مجرد انا اشوف الامينوثيازول جروب ببلش اصنفها ثيرد وفورث جينيريشن. راح نشوف كمان بدل امرار امينوثيازول ممكن اشوف هاي الجروب. شو اسم هاي الجروب؟ يلا مين بدي يسمي لي اياها؟ وين بدي اكتبها؟ امينو
اللي هو أمينو ثيا أمينو دايد very good ثيا اللي حكى داي داي أزول داي ثيا من سلفر داي تنين واحد تنين تنتين نيتروجين تو نيتروجين داي أزول وقول لأنها خماسية five member thing أمينو ثيا ديازول إلها نفس الصفات تبعت الأمينو ثيا زول يعني بتحسن البنتريشن وبتزيد الأفينيتي أوكي فراح نشوف مثلا بالفيفث جينيريشن موجود امينو ثيادايازول اللي اعطتني نفس صفات الامينو ثيازول فاحنا شو عملنا ضلينا نحافظ على الامينو ثيازول بعد الثيرد جينيريشن لان هي زي ما حكت لين ولا مش عارفه لا اللي زادت البنتري الاكتيفيتي وصاروا ثيرد جينيريشن فاذا الثيرد جينيريشن هم سيفاتوكسيم وسيفاترياكسون والتنين ار وات انجكشن أمشي خلينا نشوف هذا المركب شو عنده هلأ صرتوا خلاص خبيرين شو عنده في عنده على ثلاثة حلقة البريدينيوم أحسنتي مثل بريدينيوم طب أورال ولا إنجكشن إنجكشن ستيبل لميتابوليزم ولا نوت ستيبل ستيبل very good ما في وبالعكس ما في استر وبالعكس حسنت الافينيتي والاكتيفيتي مع الترانسبيبتيديز لانه البريدينيوم از جود ليفينج جروب جود ليفينج جروب فيري جود خلصنا هذا الجزء وراح نشوف ترى البريدينيوم تزيد الاكتيفيتي هي والبايروليدينيوم هاي البايروليدينيوم هذول التنين اكتشفنا انهم بيزيدوا الاكتيفيتي اجينست احذروا ايش سودوموناس سودوموناس يس عشان هيك لما احنا بنسميهم هدول انتي سودومونال فرحنا حطيناها قلنا خلينا نجرب لما نحط البريدينيوم شو راح تصير بالاكتيفيتي لقيناهم لهم انتي سودومونال اكتيفيتي طيب على رقم سبعة شو عندهم في الامينو ثيازول وفي الاوكسي امين امين ولقينا في كاربوكسيليك أسيد كمان هي أثرت شوي على الرينج فإذا هلا هادي حافظنا على الأمينو ثيازول بتوقع إنها ثيرد جينيريشن قلنا من عند ثيرد وفورت بل ببلش أنا يعني أنا أشك طبعا ما بتقدر تعرف إلا لما تعمل أكتيفيتي بس بصنفهم ثيرد وفورت عندهم أمينو ثيازول وعندهم أوكس أمين بيتا لاكتيميز ريزيستنس وهلا لساتهم إنجكشن هلا اسمه سيفتازيديم إيم قلنا دائما تعطيني إنديكيشن إيم أو أون أو إين أعطتني إنديكيشن إنه عنده أوكس إيمين وزيديم لما يكون في عندي بيريدينيوم بيريدينيوم جروب برضو بنعطيها ديم سبتة زد هاي اللي هي تعطيني إنه في عنده بيريدينيوم هاي بس عشان أنت تميز زي ما حكينا اجتهاد فقط مني عشان أميز الستركتشر باسمه فإذا هذا الستركتشر اسمه سبتة زيديم شوف صفاته مدام احنا هلا عرفنا كل صفاته وعرفنا انه هذا بتوقع انه تصنيفه ثيرد جينيريشن بسبب انه في عنده امينو ثيازول زادت البنتريشن وزادت الافينيتي وعنده كمان اوكس امين عشان البيتا لاكتينيز نقرا تو مثل بروبيونو او بروفيل طلعوا هاي واحد اثنين ثلاثه ايزو بروبيل صح وعنده كاربوكسيليك أسيد أوكسا إمينو هاي إمين خليها إمينو إمين لأنه مش أمين إمين أسايل سايد تشين هاي الأسايل سايد تشين خلته بيتا لاكتيميز ريزيستنس عشان أسهل عليكم امحولي كل هاد خليها بس وجود الإيمي الأوكزايم وجود الأوكزايم خلته بيتا لاكتيميز ريزيستنس هلا هون اللي بزيد البيرميابيليتي ثرو ذا بورين شانل حقيقه هاي الامينو ثيازول الامينو ثيازول بيتا لاكتيميز ضلنا على نفس السياسه هي الاوكس امين اما زياده البيرميابيليتي هي وجود الامينو ثيازول جروب فخلينا نظبط هذا الحكي عشان ما تلتخموا ايش هو دكتور يعني بنشيل التسميه كامله بنحط الاوكزيم شيل لي هاي الاسم عشان تصير اوضح لك
الأوكزايم جروب هي الكونفرز البيتا لاكتاميز ريزيستنس اللي محيلي برضو بوسبلي هاي بدناش هاي and اللي بيزيد البرميابيليتي خليها الأمينوثيازول. تكتب أمينوثيازول increase permeability through the porine channel. Excellent activity against Pseudomonas and other gram negative. مين اللي قلنا سببه زادت الاكتيفيتي للسودوموناس؟ لأنه اللي قبلهم البيريدينيوم. طبعاً أوكي أكيد الأمينوثيازول إلها دخل، ولأنه في اللي قبله زي ما تذكرين حكينا إنهم إلهم variable activity against Pseudomonas وجود الأمينوثيازول. لما حكينا excellent وجود كمان زيادة غير الأمينوثيازول وجود البيريدينيوم وسميناهم أنتي سودومونال هدول، صح؟ صح دكتورة. Very good. هلأ إيش كمان صفاته؟ They can cross the blood-brain barrier، كمان نستخدمهم للمينينجايتس. The four agents are reserve troops used for troublesome infection which do not respond to more commonly prescribed beta-lactams. إنه نعرف ما فيش داعي، يعني معروف كل ما أنا بحسن الجينيريشن كل ما بقدر أستخدم هذه المركبات للresistant بكتيريا فور بنسلين. إحنا دائما بنحاول أول خيار إلنا اللي هو safest one penicillin derivatives، بعدين ببلش أفكر إذا صار في عنده resistant هذا البيشنت للبنسلين بصير أفكر بالسيفالوسبوري لأنهم كمان يعتبروا سيف. ماشي. إذا الثير جينيريشن الأخير هو سيفتا زديم، وشفنا شكله وميزنا. دكتورة هلا كل الثير جينيريشن سيربرو سباينال فلويد والبلاد برين باريريا. بالضبط هدول ليش احنا ركزنا عليهم مع انهم يعني وحقيقة ما حدا بيقدر يعرف اكزاكتلي الاسباب ليش هم مع انهم هم شوف بيصير لهم ايونيزيشن واصلا طلع على هذا الشكل دائما عنده شو اسمه بيرمننت كاتايون لأنه اسمه بيريدينيوم. بس لقينا في عنا أسباب، يعني لو تكتشف لو تفتش بالليتريتشر وتشوف ليش هو excellent against أو يستخدم للtreatments of meningitis. في كان عنا سببين، أول سبب إنه الـ pH of the cerebrospinal fluid في المينينجيتس بتتغير to less than 7، بتصير الـ pH أقل من 7، فبالتالي للويك أسيد زي السيفالوسبورين يعتبروا weak acid. في جزء منهم بيكونوا على شكل unionized، عشان هيك بيصير لهم penetration through the cerebrospinal fluid. أوكي، فبيصيروا بالبلازما على شكل unionized لأنه الـ pH في حالة لما يصير المريض عنده meningitis pH of the blood-brain barrier أو cerebrospinal fluid بتصير أقل من 7، وبالتالي بيصير على شكل unionized. هذا واحد من الأسباب. وفي سبب تاني بتطلع عليها بالليتريتشر بقول لك لما يكون الواحد مريض بالmeningitis بيصير في عنده الريجن المنطقة بيصير ليكي بيصير تدخل شغلات، فبالتالي بتصير تقلاو hydrophilic substance to pass عن طريق facilitated diffusion. يعني هاي الأسباب اللي ليش هدول صاروا مع إنهم they have charge، وإحنا بنعرف لما يصير charge يعني صعب يدخل blood brain barrier ويوصل للبرين ويستعمل للmeningitis. يعني لو فتشوا عليها بالليتريتشر بتلاقي هاي الأسباب المنطقية ليش صاروا أو how they can reach the blood brain barrier. طبعاً هاي الجروب إذا بدك تسميها عشان تسمعي هاي الجروب بنسميها 2 كاربوكسي لأنه عندها على رقم 2 كاربوكسيليك أسيد، 2 كاربوكسي بروبين لأنها 3، فهاي بنسميها 2 كاربوكسي بروبين. إذا بدك تسمي هاي أوكزيمين هذا عشان تسمية في حالة إذا إجتك هذا الاسم فبتعرف إنه هاي اسمها proper. سوري شو هذا صار، لا خليني أرجع لورا. propel هاي propel معلش بنسى الألم، هاي propel وعليها كاربوكسي 2 كاربوكسي بروبين propel لها 3 كربونات 1 2 3. هلأ هذا قديش ساعة، خلينا واقف هون.
لأنه هذا برضو third generation في عنده الأشياء اللي أنت بتقدر تميزها هيها وهيها، بس عنده هون إشي خلينا نحكي عنه المرة الجاية. طبعا شكرا على الكونتريبيوشن من الطلاب اللي شاركوا، أعد أسمائهم I think لين ولما وألاء وحسام، وفي طالب تاني سمعت اسمه صوته، مين كان يحكي من الطلاب؟ أنا ياسمين. وياسمين فيصل وهند وهند ولينا. لينا لينا سمعت اسمها وهند. دكتور أنا كنت أحكي بس بقيتش أعرف إذا بتسمعين ولا لا. مؤيد. طيب ماشي مؤيد، فبدي مشاركة من الجميع بليز. أوكي وخلص بتقدر تطلعوا تكتبوا دكتورة. لينا دكتورة هلأ الكويز بكرة 10 أسئلة.